بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، حفلنا الكريم، مشاهدينا في كل مكان، أحييكم مجددا بتواصل أشواطنا الخاصة بالإجداع في مساء هذا اليوم، الأشواط المفتوحة وانطلاق وتسلسلها في مساء هذا اليوم. شاهدنا 8 أشواط انتهت، وشاهدنا شعار هجن الشحانية ينتزع. سبع نقاط مسائية بهذا العرض المميز وهذه الأسماء الكبيرة. ينطلق شوطنا التاسع الخاص بالإبكار، ونسير مع مقدمة الشوط. هذه ديما اللي تحتل المركز الأول، ديما ونسايم بالمركز الأول والثاني على الكادر الفوقاني من شاشة قناة الريان الهواء مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية. تتابعون هذا الرقص الشحاني كما يقول الأخوان. هذه الأسماء يضمرهن سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، أيضا تنضم لهذه المجموعة العزوم بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، حاملات للواء هجن الشحانية في مقدمة الشوط. المركز الرابع، شوفوا المركز الرابع من الجانب الآخر، هذه اللي تحتل المركز الرابع السعدية بشعار هجن الشحاني يضمرها سالم بن فاران المري. والمركز الخامس، أتابع المركز الخامس، هذا هو أيضا يتواصل شعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني مع وجود الوجبة على المركز الخامس يضمرها علي بن حمد بن حسين بن جرحب. أيها الإخوة المتابعون، هذه أسماؤنا على حضراتكم ونداؤنا الأول لهذه الكوكبة، أسماء شاركت العام الماضي مع سن اللقاية، أسماء كبيرة لها ثقلها ولها وزنها، نعرفها جيدا، يعرفها المتابعون، محبي وعشاق هذه الرياضة العربية الأصيلة، وتحديدا محبي الشعار الأدعم ومتابعيه يعرفون هذه الأسماء اللي شاركت في العام الماضي في الختاميات. وشاهدنا شعار هجن الشحانية في العام الماضي في ختام سمو سيدي أمير البلاد المفدى يكتسح الرموز كلها، 16 رمزا سجلت ودونت بالشعار العنابي وأهدت ناموسا كبيرا لعشاق هذا الشعار الكبير. عودة إلى مجريات الشوط، إلى مجريات الشوط إخواني المتابعين، إلى من تحتل المركز الأول، هذه اللي تحتل الصدارة وتنطلق ديما. ديما مسيطرة منطلقة مندفعة في صدارة الشوط، تلتها العزوم على المركز الثاني كلاهما عند سلطان الوهيبي العملاق، العملاق الكبير في مجال التضمير الشاب المميز سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الأول والثاني متابعا لهذه الأسماء العملاقة. ينضم شاب مميز أيضا في عالم التضمير، هذا هو اللي ينطلق مع صوغة جابر بن سالم بن جابر بن فاران، هو المضمر الشاب الصغير بالسن المبدع أيضا، حاملة هذه صوغة حاملة للواء هجن الشحانية تنطلق بالمركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع نسايم، نسايم يا أبو أحمد نسايم على المركز الرابع، على المركز الرابع لهجن الشحانية عن سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وهنا تدخل لاسم جديد وانضمام اسم جديد، وهذه الخزنة، الخزنة وديروا بالكم عليها، الخزنة خزنة مليئة بالناموس، مليئة بالناموس. هذه على المركز الخامس، هذه الخزنة بشعار هجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. والعاصمة وصلت، العاصمة سنذكرها، العاصمة، العاصمة عاصمة في هذا الموقع، منطلقة بشعار هجن الشحانية عند حمد بن علي بن حلفان المري. وين موقعنا أبو حمد؟
الله، تجاوزنا لوحة الكيلو متر الأخير، خلاص سننقض عليك يا خط النهاية، سننقض عليك، آتين وقادمين وحاضرين إليك. هذه العزوم صاحبة إنجاز، صاحبة سجل مشرف مليء بالإنجازات. هذه العزوم على المركز الأول تنطلق في الصدارة، لكن خطيرة، هذه صوغة خطيرة يا سلطان، خطيرة للغاية. دير بالك من صوغة المنطلقة مع الشاب جابر بن سالم من فاران. يا سلام انطلقت صوغة. قلت لكم الشباب المميزين المضمرين الذين يقودون هذه الأسماء والمتابعين لهذا الشعار العملاق، شعار هجن الشحانية، هذا هو جابر بن سالم من جابر بن فاران، ينطلق متابعا لصوغة المنطلقة والمندفع. أهنيك يا جابر يا بن سالم على فوز صوغة، بعد أن أهني هجن الشحانية على انتزاع هذه النقطة مع هذا الاسم صوغة. تهانينا والناموس. المركز الثاني العزوم لهجن الشحانية، المركز الثالث ديما لهجن الشحانية، رابعا نسايم الهجن الشحانية، هذه الثلاثة عند سلطان الوهيبي، والمركز الخامس الخزنة الهجن الشحانية يضمرها سالم بن فاران المري. إذن هذه لحظات الناموس، 6:26 12 جزءا من الثانية. هذه صوغة بشعار هجن الشحانية، قادها الشاب جابر بن سالم من جابر بن فاران. تهانينا والناموس. المركز الثاني 6:28 36 جزء من الثانية العزوم لهجن الشحانية، والمركز الثالث 6:28 66 جزء من الثانية. هذه ديمة بشعار أيضا هجن الشحانية، قادها العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي.